بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكمل الأسبوع الثاني من الإضراب، وأريد أن أوصل رسائل للجهات المعنية لتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية. الرسالة الأولى: السيد نواف المعاودة الأمين العام لأمانة التظلمات ومفوضية السجناء، نحن في السجن نواجه تحديات كبيرة وهي تحتاج لمتابعة واهتمام قبلكم، وكان المرجو منكم أن تكونوا في موقع المسؤولية والعمل على إزالة هذه المعوقات، لكن للأسف انفض جهدكم على تبرير ونفي الادعاءات بحصول انتهاكات، بينما أنا شخصيا تعرضت لسوء المعاملة في أكثر من مرة. وأذكر لكم هنا موقفا واحدا وهو إيداعي في إحدى المرات الانفرادي القريب من العيادة، علما بأنه مخصص للعزل الصحي، وتم تقييدي من الأيدي والأرجل في أطراف السرير ومنعي من الحركة واستخدام الحاجات الأساسية كاستخدام الحمام لمدة أسبوع. هذا إضافة لتعرضي للضرب على يد الضباط وأفراد الشرطة. وأفيدكم بأن التعذيب لا يسقط في التقادم، وكان الأجدر بكم أن تلتقوا بنا قبل إصدار البيانات المبررة. الرسالة الثانية: السيدة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تعلمون بأن حرية إقامة الشعائر الدينية وتوفير مستلزماتها مكفول وفق القوانين الدولية والمحلية، ولكن عمليا ومنذ 2017 تمارس إدارة السجن تقييدا على حرية ممارسة الشعائر وتوفير مستلزماتها تحت دواعي أمنية، علما بأن هذه الدواعي الأمنية لا تستوجب مصادرة الكتب الدينية من جميع السجناء. وأفيدكم بأن زياراتكم القادمة ستكون فارغة المحتوى، لأن إدارة السجن للسنة الثالثة على التوالي تمنعنا من إقامة الشعائر الدينية بشكل جماعي. هذه التحديات تحتاج لشراكة الجميع كلا غير من الاتفاق عليها والتغطية على نواحي القصور. يوسف العراقي، سجن جو المركزي، البحرين.